سيرة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نسبه، مولده، أسرته واشتهارها بالعلم، ثم شجاعته وإقدامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن الكلام في السير مما يثلج الصدور، خاصة إذا كانت تلك السير هي سير أعلام من أعلام المسلمين الذين يقتدى بهم ويقتفى أثرهم، وكما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فعندما يقرأ الإنسان سير الصالحين تتشجع النفس إلى طلب المعالي، إلى الوصول للحال التي كانوا عليها، سواء كان هذا الذي تقرأ سيرته برز في العلم أو برز في الدعوة أو برز في الجهاد أو برز في الذب عن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو برز في غيرها من الأمور، فما بالك إذا كان هذا الرجل الذي نريد أن نتكلم عنه قد برز في هذه الأمور كلها، برز في الجهاد، برز في الدعوة، برز في الأمر والنهي، برز في العلم، حتى قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: والله لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه لصدقت. هذا الإمام الذي إذا تكلم بالفقه يقول السبكي: فكأنه لا يفهم إلا بالفقه، وأنه قد نذر نفسه للفقه. وإذا تكلم في الحديث قلت إنه لم يشتغل إلا بالحديث. وإذا تكلم في العقائد والفرق قلت لم يشتغل إلا بها. فكلما تكلم في علم وجدته مبرزا فيه، حتى قال عنه الإمام الذهبي: مع عدم اشتهاري شيخ الإسلام تيمية بين الناس لا بين العلماء بعلمه بالحديث، قال الإمام الذهبي: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. إلى هذه الدرجة. وقد ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في حران سنة 661 من الهجرة، ولكنه خرج منها مبكرا مع أهله إلى دمشق، وهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله الحراني، لقبه تقي الدين، وكنيته أبو العباس، واشتهر بابن تيمية. وأسرة تيمية أسرة قد اهتمت بالعلم، فجده أبو البركات عبد السلام ابن تيمية هو صاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وله كتب أخرى، وكانوا أي ابن تيمية وأبوه وجده كانوا من مفتي المذهب الحنبلي، وكان أبوه من المبرزين في المذهب، وكان مفتيا عالما جليلا. قال عنه الإمام الذهبي: أبوه نجم من نجوم الهدى اختفى بين نور القمر وضوء الشمس.
أي أن والد شيخ الإسلام تيمية وإن كان نجما من نجوم الهدى إلا أن إنه وقع بين شخصين هما أعظم منه. أولهما أبوه أبو البركات بن تيمية، وقال عنه الذهبي هذا ضوء القمر نور القمر، وبين ابنه أحمد بن تيمية قال وهذا ضوء الشمس. وهذا الذي جعل والده لا يظهر له سيط، مع أن هناك مسودة بالفقه في الفقه الحنبلي تسمى مسودة آل تيمية، فيها كلام ابن تيمية ووالده وجده في الفقه. المهم أن ابن تيمية نشأ في أسرة علمية اهتمت في طلب العلم، وكان هذا ديدنه منذ أن كان صغيرا، وتذكر له حكايات في صغره تدل على حفظه وسعة علمه. من ذلك ما ذكره ابن كثير والبزار وغيرهما عن شيخ الإسلام تيمية أنه يوم كان صغيرا جاء رجل إلى دمشق فقال أين الغلام الذي يقال له أحمد بن تيمية، يسأل رجلا، فقال له إن أولادا سيأتون بعد قليل بينهم هذا الغلام، عادة يأتون بعد نصف ساعة تقريبا، فانتظر. فانتظر الرجل، وفعلا بعد برهة من الوقت جاء الأولاد وبينهم ابن تيمية، فقال له ذاك هو، فناداه، فجاءه ابن تيمية، فقال له الرجل ما معك؟ قال لوح يذهبون لطلب العلم. قال أعط امسح الذي فيه، فمسح الذي فيه، فقال سأحدثك بأحاديث فاكتبها، فصار يحدثه وهو يكتب حتى حدثه بثلاثة عشر حديثا تقريبا، فكتبها بأسانيدها، فلما انتهى قال اقرأها علي، فقرأها، ثم قال امسحها فمسح، قال اقرأها من حفظك، فقرأها من حفظها، ثم قال اكتب غيرها، فكتب غيرها، فقال اقرأها، فقرأها، فقال امسحها فمسحها، قال اقرأها من حفظك، فقرأها من حفظه، ثم تركه. فقال هذا الرجل والله إن قدر الله أن يعيش هذا الغلام فإنه سيكون له شأن ولن يرى مثله، أي هذا الغلام وهو ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. نشأ شيخ الإسلام تيمية نشأة علمية كما ذكرنا، وبرز في طلب العلم حتى أنه تصدر للفتوى وقد بلغ العشرين من عمره فقط، وقد تصدر للفتوى لا في وقتنا هذا الذي انتشر فيه الجهل، بل في وقت كان فيه علماء عظام من أمثال البرزالي والمزي والزملكاوي والزملكاني والذهبي وابن كثير وابن القيم وابن عبد الهادي والبزار وغيرهم من أئمة العلم. كان ذلك الوقت قد جمع علماء أجلاء، ومع هذا يبرز أمثال هؤلاء بين هؤلاء، فلا شك أن هذا يدل على أنهم قد برزوا في العلم بروزا عظيما. فأظهر الفتوى وصار يشار إليه بالبنان وقد بلغ العشرين من عمره رحمه الله ورضي عنه. ثم بعد ذلك صار يعلم الناس ويدرسهم حتى جاءت سنة 694 لما أعلن التتار بقيادة ملكهم قازان دخولهم في الإسلام، أعلنوا أنهم دخلوا في الإسلام. ثم بعد ذلك سنة 699 هجموا على بلاد المسلمين، فخرج إليهم شيخ الإسلام تيمية وقد حاصروا الشام، فخرج إليهم شيخ الإسلام تيمية ومعه بعض أهل العلم يذكرهم بالله. فلما دخلوا على قازان، ويذكر هذه القصة أحد تلاميذ شيخ أو أحد من رافق شيخ الإسلام تيمية في هذه الرحلة، يقول فدخلنا على قازان فتكلم معه ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بكلام أغلظ له فيه جدا،
حتى أن هذا الرجل يقول: فصرت أجمع ثيابي حتى إذا ضربت عنق ابن تيمية لا يأتي علي شيء من الدم. إلى هذه الدرجة. يقول: فأغلظ له في الكلام وشدد عليه، فما كان من قازان إلا أن قال لابن تيمية: فادعوا الله لي، ادعوا الله لي. فرفع شيخ ابن تيمية يديه وقال: اللهم إن كان عبدك قازان قد خرج إعلاء لكلمتك ونصرا لدينك، اللهم فانصره وثبته وأيده وحكمه البلاد والعباد. واللهم إن كان خرج رياء وسمعة أراد الإفساد في البلاد وقتل العباد، اللهم فشتت ملكه وشرده واقصم ظهره. ثم رجع عنه، فلما رجع ومن معه قال له بعضهم: ويحك، ماذا فعلت؟ كيف تكلم ملك التتار الذي هو محاصر للشام الآن بمثل هذا الكلام؟ لا والله لا نصحبك، فلا نأمن أن يرسل عليك من يقتلك. فقال: وأنا أيضا لا أصحبكم، فأنتم جبناء لا أصاحب أمثالكم. فتركهم وتركوه. يقول هذا الرجل الذي يروي القصة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: فكنت ممن سار مع ابن تيمية، فوالله إن الناس ليتبعوننا وبعض الجند يتبعوننا حتى أوصلونا إلى الشام، وإن الذين فارقونا سلط الله عليهم من جاءهم وسلب أموالهم وثيابهم وخيلهم، ورجعوا خاسرين. الذي نريد أن نقف معه عند هذه القصة هو شجاعة شيخ ابن تيمية، فإنه رحمه الله تبارك وتعالى كان شجاعا مقداما جريئا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم أبدا. دور ابن تيمية البطولي في معركة شقحب ضد التتار، محنته مع الأشاعرة ثم مع الصوفية ثم سجنه ثم موقفه من الصوفية وغيرهم. وشيخ ابن تيمية مر بمحن كثيرة، من أعظم هذه المحن ما وقع له في معركة شقحب، وذلك أنه في تلك المعركة وهي مع التتار أيضا سنة 702 من الهجرة، أن التتار جاءوا مرة ثانية وحاصروا الشام، فخرج شيخ ابن تيمية إلى مصر يطلب من الملك أن ينصر المسلمين وأن يقف معهم، اللي هو الجاشنكير في ذلك الوقت، فطلب منه أن يأتي وينصر المسلمين وأنه هو الملك على الشام كما هو الملك على مصر وأن هذا واجب عليه، وصار يذكر له آيات الجهاد حتى قال ابن دقيق العيد: فوالله إنه صار يذكر آيات الجهاد والأحاديث فاستغربت من استحضاره، لهذه الآيات والأحاديث التي تحض على الجهاد. يقول: فصار يذكرها لبيبرس الجاشنكير حتى اقتنع بقوله، فأمر الجيش بالخروج إلى دمشق الشام حتى ينصر المسلمين، وفعلا جاءوا، وكان قد سبقهم ابن تيمية وكان يثبت الناس، ومن أراد الخروج جاءه وكلمه ومنعه من الخروج حتى يشارك في تلك المعركة ويذكر لهم فضل الجهاد، وكان يقسم بالله أنهم منصورون في هذا القتال، حتى قيل له: قل إن شاء الله، فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وخرج إلى الجهاد مع الناس، ولكنه خرج قبلهم حتى قال الناس عنه إنه قد فر من الجهاد، يأمر الناس بالجهاد ثم هو قد فر. وكانت هذه من عظائم الأمور التي نسبت إليه رضي الله عنه ورحمه، ولكنه خرج مع القوم في الجهاد، حتى ذكر عنه البزار أنه لما جاء إلى المعركة قال: أين المكان الذي إذا دخله الإنسان قتل ولم يرجع؟ قيل له: هذا المكان في وجه الجيش. قال: فاجعلوني فيه. وقاتل قتالا عظيما حتى قال عنه البزار وغيره:
والله لقد رأينا في ابن تيمية العلم والجرأة في الفتوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ليس كمثل شقحب، كمثل يوم شقحب. يعني قلما أن يوجد في عالم كل هذه الصفات مجتمعة كما وجدت في هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى، وشارك في تلك المعركة وأمر الناس، وكانت في رمضان، وأمر الناس بالفطر وأجبرهم عليه حتى يتقووا على الحرب، فنصرهم الله تبارك وتعالى في تلك المعركة التي استمرت يومين، وشتت الله شمل التتار، وانتهت تلك المعركة بنصر المسلمين. ولكن مع هذا ورجوع الجيش والتفاف الناس حول شيخ سام تيمية وتأييدهم له والدعاء له وفرحهم به، مع هذا كله لم يسلم من الطعن رحمه الله ورضي عنه. وذلك أنه بعد أن عاد واستقرت الأمور وهدأت ورجع الملك الجاشنكير إلى بيبرس الجاشنكير إلى مصر واستقرت الأمور في الشام، جاءته رسالة من مدينة حماة يسأل فيها شيخ الإسلام تيمية عن آيات وأحاديث الصفات، وهل تحمل على ظاهرها أو أنها تؤول، أو ماذا يقول علماء الإسلام في مثل هذا السؤال. فأجاب بالفتوى الحموية المعروفة المطبوعة الآن، فحمل عليه الأشاعرة في ذلك الوقت والمعتزلة والجهمية والرافضة، كل من لم يكن من أهل السنة والجماعة حملوا على شيخ الإسلام تيمية في ذلك الوقت، وشنعوا عليه قوله حتى اشتكوه عند الملك، فأمر بعقد مجلس للمناظرة، فعقد مجلس المناظرة وناظرهم شيخ الإسلام تيمية وأسكتهم جميعا، فتركوه وشأنه. ثم في نفس السنة قام على الاتحادية من الصوفية وأنكر عليهم ما كانوا يفعلونه، وذلك أنهم كانوا يشعلون النار ويدخلون فيها كما حال الصوفية الآن، كثير منهم يفعلون مثل هذه الأمور، يشعل النار ويدخلون فيها ولا يمسهم شيء، فكان شخصا ينكر عليهم، وكانوا على طريقة الرفاعية، فكان ينكر عليهم كثيرا حتى أنهم اشتكوه عند السلطان وقالوا هذا ينكر على الأولياء ويصغر من شأنهم ويتكلم فيهم، فجمعه السلطان معهم وقال ما لك ولهم، فقال لا والله لا أتركهم حتى يعودوا إلى الكتاب والسنة. فقالوا ناظرهم، قال أناظرهم، لماذا تفعلون هذا؟ قالوا ندعو إلى الله، قال هذا من أعمال الشياطين، قالوا بل هذه كرامات من الله تبارك وتعالى، قال فانزلوا النهر واغتسلوا بالماء والملح ثم اخرجوا وادخلوا في هذه النار، فأبوا، فنادى سيدهم وقال أدخل إصبعك في هذا السراج وأدخل إصبعي في هذا السراج، ومن احترق إصبعه فعليه لعنة الله، فأبى أن يدخل إصبعه، وقالوا قولة كانت بعد ذلك عليهم لا لهم، وذلك أنه قال رئيسهم يقال له ابن المنيبيع الشيخ صالح، قال إنما أعمالنا هذه تنفق على التتار ولا تنفق على الشر، فحسبت عليهم تلك الكلمة وترك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. حتى كانت سنة 707 من الهجرة أيضا اشتكوا على شيخ عند بيبرس الجاشنكير مرة ثانية، وطلب هناك أن يأتي شيخ سنتين إلى مصر حتى يناظر، فأراد أن يخرج إلى مصر فمنعوه أصحابه، قالوا ما تخرج إلى مصر، هناك لا أحد معك، هنا كلنا معك والناس معك، ما يستطيع أن يضرونك بشيء، هناك لا أحد معك، قال أنا متوكل على الله. فخرج إلى مصر وجيء به لمجلس المناظرة على الفتوى الحموية أيضا، فلما اجتمع ذكروا الذي لهم ثم قالوا له دافع عن نفسك، تكلم،
فبدأ بخطبة الحاجة فحمد الله جل وعلا وأثنى عليه، فتكلم نصر المنبجي فقال: ما جئنا بك لتخطب، وإنما جئنا بك لتدافع عن نفسك. قال: أفلا أحمد الله حتى تمنعوني أن أحمد الله؟ قالوا: قد حمدت الله فتكلم الآن. فقال: من الحكم؟ لابد من حكم. قال: من الحكم؟ قالوا: القاضي ابن مخلوف. قال: هذا عدوي، كيف يكون الحكم؟ هذا أصلا يقول بضد الفتوى الحموية، هو عقيدته من عقيدة الأشاعرة وغيرهم، فكيف يكون هذا حكما علي؟ هذا خصمي، كيف يكون هو الحكم؟ فالتفت إليه ابن مخلوف وقال: ضعوه في السجن إذن. ولكنه رفض الحديث حتى يكون هناك حكم. وهذه قضية مهمة جدا نبه عليه شيخ ابن تيمية، لا بد من الحكم، وإلا من ينصفه إذا كان الحكم عدوا؟ لذلك قيل: يا أعدل الناس إلا في محاكمتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ما يصلح. فرفض المناظرة ثم ألقي في السجن لسنة ونصف، وقال قولته المشهورة: ما يفعل أعدائي بي، فإن جنتي وبستاني في قلبي، هما معي حيثما رحت، لا يفارقانني أبدا، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وطردي من بلدي سياحة. انظر هذه الكلمات. ثم قال: والله إن المأسور من أسره هواه، إن المأسور من أسره هواه، وإن المحبوس من حبسه قلبه عن ربه. كلمات يقولها شيخ ابن تيمية لو نظر فيها الإنسان وتمعنها لوجدها حقيقة فعلا. وإذاك يقول ابن القيم وغيره: كان يسجن فنأتي ونزوره في السجن، فإذا هو أثبتنا جأشا، هو الذي يثبتنا، فرح وهو بالسجن، حتى أنه كما سيأتينا الآن يقولون له: إما أن تذهب إلى إسكندرية، وإما أن تبقى في مصر، وإما أن تسجن. يقول: لا، أسجن، فإن سجني خلوة أخلو بها بربي سبحانه وتعالى. المهم أنه سجن لسنة ونصف ثم أخرج رحمه الله تبارك وتعالى لفترة بسيطة جدا، فتكلم على الصوفية مرة ثانية، وهو كلامه المشهور عنهم في إنكاره عليهم أحوالهم، فقالوا: هذا يطعن في الأولياء. فاشتكوه إلى الجاشنكير مرة ثانية فسجنه سنة ونصف أخرى، وظل في السجن حتى جاء السلطان محمد بن قلاوون وأخرجه من السجن وطرد الجاشنكير ثم قتله. وأخرج شيخ ابن تيمية من السجن ثم طلب من أعدائه أن يناظروه، فناظروه فظهر عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. وقصة المناظرة طويلة، من أراد أن يرجع إليها فليرجع في العقود الدرية للبزار أو في مجموع الفتاوى حيث ذكرها شيخ ابن تيمية. ثم بعد ذلك أثاروا عليه الناس أيضا والحاكم في العقيدة الواسطية أيضا، وقالوا: هذا يتكلم بكلام ما سبق إليه. فجعل له مجلس المناظرة وجاء وناظرهم وظهر عليهم، حتى إنه قال في مناظرته لهم: أنا أعلم من كل واحد منكم بمذهبه، أنا أعلم من كل واحد منكم بمذهبه الذي هو عليه. هكذا كان شجاعا في الحق، لكن مع العلم، وليس على جهل بل على علم. وجاء عنه رحمه الله ورضي عنه أنه سجن أيضا لأنه ضرب أحد النصارى، حيث أن النصراني اسمه عساف سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ ابن تيمية
وبلغه أن ذلك الرجل سب شيخ سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من المسلمين يدافع عنه، فكلمه فيه ابن تيمية فقال هذا المسلم، قال والله إن هذا خير من كثير من المسلمين، يقصد هذا النصراني. فقام إليه شيخ ابن تيمية وضربه، ثم أخذ إلى السجن وسجن رضي الله عنه وارضاه، وألف كتابه المشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. محنة ابن تيمية بسبب فتوى الطلاق ثم تحريم شد الرحال لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حياته الدعوية وردوده على أهل البدع، ثم وفاته رحمه الله تعالى. واستمرت هكذا حياة شيخ ابن تيمية حتى بعد أن أخرجه الملك الناصر القلوون، محمد بن الناصر القلوون، أيضا استمر في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، حتى بعد أن خرج المسلمين ورجع إلى الشام كان يفتي بقضية الطلاق، وأن الطلاق لا يقع وإنما هو يكون يمينا إذا كان حلفا، إذا حلف بالطلاق يكون يمينا ولا يقع طلاقا، وكان يفتي بها، فمنع من الفتوى، قال هذا علم ولا يجوز كتم العلم، فمنع من هذا، وذهبوا إلى السلطان الذي أخرجه من السجن وقالوا هذا يفتي بفتوى تخالف المذاهب، فماذا فأمر بسجنه، فسجن لمدة 5 أشهر. ثم بعد ذلك خرج من السجن بعد 5 أشهر وصار يعلم الناس ويفتي في دين الله تبارك وتعالى، حتى جاءت القاصمة الأخيرة، وهي ما أشاعوا عنه في أنه تكلم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تجوز زيارة قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنه يحرم ذلك. فتكلم شيخ ابن تيمية وذكر لهم أنه لا يحرم زيارة قبر النبي، ولكن يحرم شد الرحال إلى القبر، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره. أما الزيارة في حد ذاتها فهي مستحبة بالإجماع، وإنما الذي يحرم هو شد الرحال إلى القبر. فسجن لمدة 2 سنة من 726 حتى توفي رحمه الله ورضي عنه، حتى أنه لما أدخل السجن وأغلق الباب قرأ قول الله تبارك وتعالى وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هكذا مرت حياة شيخ ابن تيمية كما ترون بهذه السرعة، لأنها كانت مليئة بالأحداث، منذ نعومة أظفاره قد ملئت حياته بالأحداث، وكان صابرا مجاهلا مفتيا بالحق، وكان رحمه الله تعالى فيه شدة، ولو لم يكن له فخر إلا أنه يقلده ويتبعه كما يتبع التابع تابعه، إلا ابن القيم وابن كثير والذهبي لكفاه أمثال هؤلاء العلماء الجهابذة كما يقال رحمهم الله تعالى، إذا كان أمثال هؤلاء لا يتكلمون إلا بعد أن يرجعوا إليه، فماذا يكون هذا الرجل الذي أخرج رجلا مثل ابن القيم، وأخرج آخر مثل الذهبي، وأخرج ثالثا مثل ابن كثير، وأخرج رابعا مثل ابن عبد الهادي والبزار وغيرهم من العلماء الذين صار الناس يشيرون إليهم بالبنان. هذا الرجل الذي ما كان يخاف في الله لومة لائم، كان يقول الحق حيثما ذهب، وكانت فيه حدة، كانت فيه حدة حتى في مناظرته رحمه الله ورضيه عنه. ولكن انظروا هنا من حارب، حارب الرافضة فرد على ابن المطهر الحلي، وكان يسميه ابن المنجس الحلي، وناظر الصوفية والاتحادية ورد عليهم، وناظر الفلاسفة ورد عليهم، وناظر المناطق ورد عليهم، وناظر اليهود ورد عليهم، وناظر النصارى ورد عليهم، وناظر الأشاعر ورد عليهم، وناظر الجهمية ورد عليهم،
وكان داعيا لله تبارك وتعالى، حتى أنه لما دخل السجن وجد السجناء يلعبون الشطرنج والنرد فنهاهم عن ذلك وصار يدرسهم كما يدرس في المسجد، حتى أن الناس كانوا يذهبون إلى السجن حتى يحضروا دروس شيخ الإسلام تيمية، يذهبون للسجن، كانوا بالبداية يذهبون سرا ثم بعد ذلك صاروا يذهبون علانية، فأخذه الملك اللي هو البيبس جاشنكير فطرده أو سفره كما يقال إلى الإسكندرية. حياته كانت مليئة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وانظروا كذلك إلى قوة أهل الباطل، كيف أن شيخ الإسلام تيمية يتكلم بالحق ويناظر بالحق ويواجه ويسجن ولا يستطيع أحد أن يدافع عنه. والآن بعض الناس في زماننا هذا يقول الآن أهل الباطل قد ظهروا لا نستطيع أن نتكلم. والله نحن بنعمة بالنسبة لذلك الوقت، كيف كان الصوفية والأشاعرة والجهمية وغيرهم كيف كانوا متسلطين على الحكام وكانوا يؤثرون عليهم وكانوا يسيرونهم تسييرة وكانوا يسجنون من يشاءون ويطلقون سراح من يشاءون، ومع هذا ظهر هذا الرجل الفذ، رجل واحد وقف في وجه أولئك جميعا ونصر الحق فنصر الله به الحق. وانظروا الآن إلى تقصيرنا نحن في زماننا هذا، مع أن الضغوط موجودة أيضا ولكن ليست كالضغوط التي كانت على شيخ الإسلام تيمية. تستطيع الآن أن تناظر بالحق ما تسجن ولا تظلم، تستطيع أن تنشر الحق لا يكلمك أحد ولكن نقصر في الحق. وانظروا كيف كان شيخ الإسلام تيمية يجاهد في نصرة الحق فكيف نصره الله تبارك وتعالى وهو كما قلنا فرد. وتوفي رحمه الله ورضي عنه سنة 728 من الهجرة، وحضر جنازته جمع غفير، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قولته المشهورة: بيننا وبينكم يوم الجنائز. يعني في يوم الجنائز يظهر أصحاب الحق من أصحاب الباطل، وفعلا كان هذا بالنسبة لابن تيمية. ففي يوم الجنائز يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: خرج في جنازته 50,000 رجل، 50,000 رجل. يقول هذا أقل عدد ذكر، وإلا ذكرت أعداد أكثر من هذا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن فيها مبالغة، ولكن 50,000 رجل خرجوا في جنازته. ويذكر أن نساء خرجن في جنازته بلغن 15,000 امرأة، غير من كان على الجدر وعلى السطوح وما شابه ذلك. بيننا وبينكم يوم الجنائز، وترك ثروة عظيمة جدا من الطلبة، وترك ثروة عظيمة جدا من الكتب. أما ثروته من الطلبة فأشهرهم ابن القيم الذي كان يفتي بقول شيخه شيخ الإسلام تيمية وينصر رأيه، حتى أن اليوم الذي مات فيه ابن تيمية كان ابن القيم مسجونا، أخرجوا جميعا من سجن من تلاميذ ابن تيمية إلا ابن القيم، توفي شيخ الإسلام تيمية وهو مسجون أيضا. ومن تلاميذه الصغار ابن كثير، لا ابن كثير ما تتلمذ كثيرا على ابن على شيخ الإسلام تيمية، وإنما تتلمذ على الذهبي وعلى ابن القيم وعلى المزي، ولكن أيضا تتلمذ على شيخ الإسلام تيمية. وكذلك من تلاميذه الإمام الذهبي، ومن تلاميذه وشيوخه المزي. فالإمام تيمية تتلمذ على المزي في الحديث، وتتلمذ المزي على ابن تيمية في العقيدة، وتتلمذ على يديه السبكي، وتتلمذ على يديه كذلك الزملكاني، وكذلك العلاء تتلمذ ابن كيكلدي، تتلمذ أيضا على شيخ الإسلام تيمية، وغيرهم كثير، ابن عبد الهادي يوسف بن عبد الهادي تتلمذ على شيخ الإسلام تيمية. المهم أنه أخرج علماء أفذاذ. ومن كتبه التي تركها التي تعمر المكاتب الآن بها، أشهرها وأعظمها وإن كان عند العلماء، وهو كتاب درء التعارض
الذي يقول عنه ابن القيم لم يؤلف في الإسلام كتاب مثله أبدا، لم يؤلف في الإسلام كتاب مثل هذا. وهذه أيضا قالها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قال لم أقرأ في حياتي ولا أعرف كتابا بعد كتاب الله تبارك وتعالى أعظم من هذا الكتاب، درء تعارض العقل مع النقل، الذي اشترط شيخ الإسلام تيمية في مقدمته أنه لا يذكر المخالفون حديثا أو آية إلا وجعلها ضدهم، وكان له ذلك كما يقول أهل العلم. وكذلك من كتبه الاستقامة، وكذلك من كتبه منهاج السنة الذي هو رد على ابن المطهر الحلي، وكذلك من كتبه التي لم يؤلفها ولكن جمعت بعده الفتاوى، مجموع الفتاوى المعروف، ومنه كذلك الفتاوى الكبرى والرسالة الحموية، هي الفتوى الحموية والعقيدة الواسطية والرد على البكري والرد على الأخنائي وغيرها كثير مما ألفه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. هذا تقريبا بعض الكلام، لا أقول كل الكلام، وإنما الكلام عن شيخ الإسلام تيمية حقيقة يطول جدا، ولكن هذا بعض الكلام عن هذه الشخصية الرحبة التي ما زالت آثارها موجودة إلى يومنا هذا. هذا بعض الكلام عنها، صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم ممن قيل فيه فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.